بهذا الفيديو حنحكي عن معلومه ما بيعرفها كثير من الاطباء والصيادله والممرضين حول دواء الأزيتروميسين هو من الماكرولايتس مثل ما بنعرف وبيستخدموه بتدبير الكثير من الانتانات الجرثوميه مثلا الانتانات الجرثوميه اللي بتصيب الامعاء او حالات الترافلرز دياريا او اللي هي اسهال المسافرين خاصه وقت الاشخاص سافروا من بلد لبلد تاني ايضا بحالات التهابات الاذن الوسطى وبالتهابات الحلق الناتجة عن جراثيم الستريبتوكوكسي. أه فبالنسبة للمعلومة هاي اللي حنحكي عنها هي إنه أه وقت يكون مريض موضوع على كورس علاجي بدواء الاستروميسين فبيحتاج هذا الدواء ليخرج من جسمك حوالي الأسبوعين. وسبب إنه العمر النصفي لهذا الدواء طويل. بنعرف أه إنه العمر النصفي أو هاف لايف هو باراميتر مهم لكل دواء أه من خلاله إحنا بنعرف قديش هيبقى أه هذا الدواء بالجسم فاذا كان الهاف لايف للدواء لا قصير فهذا يعني بدل على انه الدواء يعني فتره مكوثه بجسم وتاثيره حيكون على مده قصيره من الزمن اوكي فبالنسبة لهاف لايف لهذا الدواء فهو بيوصل ل 68 ساعة وبنعرف أنه الجسم بيحتاج حوالي 5 أعمار نصفية ونصف لحتى يتم إزالة أكثر من 95% من المادة الفعالة من الدواء من الجسم فإذا ضربنا 5.5 بـ 68 ساعة بيطلع معنا لو احنا حتى ضربنا هون انا هون حاطط الاجابه بشكل يوم فلو ضربنا 5.5 ضرب ال 68 ساعه بيطلع معنا 374 ساعه فلو قسمناه على 24 ساعه بيطلع 15.6 يعني حوالي 15 يوم ونص تمام لحتى يخرج هذا الدواء من جسم المريض فبتمنى تكون استفدتوا من المعلومة لهذا اليوم وطبعا هالفيديوهات قصيرة لحتى تستفيدون قدر الإمكان بالنسبة لبقية الخبرات الدوائية اللي أنا موثقة موجودة ضمن كتابي الغاز دوائية وأيضا في عندي دليل أنا عامله هو دليل الموافقات الجديدة الأدوية وكمان في دليلين تانيين هن دليل برنامجنا المكثف يلي فيه أكثر من 200 ساعه تعليم دوائي مستمر طبعا فيكم تقولوا الدليل عن طريق هذا الرابط المختصر بيتلي سلاش فارماين داش وكمان في عندنا دليل مؤلفات فريقنا العلمي فهي موجوده على هذا اللينك المختصر بيتلي فارماين داش وفي هذا الدليل ثلاث ارتكلز نحن حاطينهم لحتى تتعرفوا اكثر على طريقتنا واسلوبنا بالكتابه و ايضا حول اهداف المشروع وبقيه المعلومات فيكم تشوفوها بهذا الدليل بالنسبه لطريقه التواصل معي فانا موجود على مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بشكل رئيسي ايضا على اللينكدين وقناتنا على تليجرام موجوده هون كمان مهمه الايميل تبعي موجود هون الموقع تبعنا فيكم انتم تتابعوا موقعنا ايضا وايضا على الإنستغرام موجود هون آآ آآ كمان على الفيسبوك ماسنجر بتابعني اكثر من ألف مختص رعايه صحيه على الفيسبوك ماسنجر انت فيك آآ آآ ترسل اي رساله على هذا الرابط ومباشره حتدخل بالسيستم بحيث توصلك اخر الخبرات الدوائيه مني او اخر فيديوهات اللي انا اطلقها بحيث انك تبقى دائما معنا Uh, بالاجواء اوكي okay. كان معكم دكتور رامز ثانك ريلي فور واتشينج اند ستاي تون